الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين. وبعد، مع الطفل صالح الأندونيسي في قرية لي باب قين جزيرة سومطرة منطقة كامبار ولاية رياو. هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 11 سنة أكرمه الله عز وجل بالصوت الجميل والقراءة الجيدة لكتاب الله عز وجل. هو لا يستطيع أن يقرأ ويكتب اللغة العربية، ولكن من الله عز وجل عليه بأن كان في هذا المركز مركز دار القرآن في هذه القرية، ونسمع إلى صوته الجميل. وانظروا حتى يكون عبرة لغيره لكي نتعلم القرآن. بجلة بجلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون إلا القرآن. هذا فضل الله عز وجل
يؤتيه من يشاء هذا الصوت الجميل وهذا الطفل الذي نرجو من الله عز وجل أن يبارك فيه وفي والديه وأن يجعله من أهل القرآن. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.